أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. اليوم الذي لا ينتهي. انظري فراني، إنها السلحفاة فوقنا تماما. أين هي؟ انتظر، لقد رأيتها، وهناك الحوت. هذا ليس حوتا، بل مجموعة من النقاط البيضاء في السماء المظلمة. الليل، لماذا نحتاج أصلا إلى الليل؟ حسنا، لعدة أسباب وأشياء. لسنا بحاجته أبداً، لكنك لم تفكر بالعيش من دونه. فكر بما قد تفعله إن لم يكن عليك النوم طيلته. لن نتوقف عن اللعب أبداً، ألن يكون ذلك رائعاً؟ يجب أن أخترع جهازاً يولد شمساً آلية على الدوام. جهاز توليد الشمس الآلية، أكبر مصباح كهربائي في العالم بمصفوفة واط خيالية، بأربع دارات فائقة القدرة، تبقي هذه الآلة البديعة في كبد السماء. لن نحتاج للشمس بعد الآن. لنرى. هيا. صباح الخير. أوه، إنه وقت الليل لكنه ضوء النهار. هذا رائع. بيورن، أتريد اللعب بالكرة قليلاً؟ يبدو ذلك جميلاً، دعني أنظف أسناني فقط. لماذا؟ لقد نظفتها للتو. أعني بأنك لم تنم منذ ذلك الحين. هذا صحيح، لم أنم بعد. هذه ميزة أخرى لعدم وجود ليل أبداً. هيا لنبحث عن فراني. أهلا بكما بيورن وباكي، انظرا لهذا الوشاح الجميل الذي حكته ليلة البارحة، بل ليل النهار. هذا سبب آخر لكون الحياة بلا ليل رائعة جدا. هيا فراني، هذا يناسب الفطائر والعسل اللذيذ والمربى والبسكويت. باكي، لكن هذا ليس أفطارا صحيا. لكن هل هو وقت الإفطار حقا؟ الإفطار في الصباح، صحيح؟ عندما تستيقظين، ونحن لم نستيقظ بعد. من الآن وصاعدا كل الوجبات غداء. أحب اليوم الذي لا ينتهي. أليست الحياة رائعة بلا ليل يا بيورن؟ من كان يظن أن بإمكاننا عمل كل هذا في يوم واحد؟ أخبرتك عن ذلك، كنت دوماً أشعر بغباء فكرة النوم من الأساس. مرحباً يا رفيقي، ماذا هناك؟ نستمتع بوقتنا. هذا أجمل شيء، أليس كذلك يا صديقي؟ أجل، أطول يوم على الإطلاق، ألستما بتعبين أو منهكين؟ إطلاقاً. لكن ماذا عنك أنت فراني؟ قد أكون تعباً بعض الشيء. قد يغمى علي في هذا المكان. أظن أنني أعرف ما هي المشكلة. يجب أن نزيد من سطوع ضوء الشمس الآلية، وسنشتعل حيوية ونشاطاً بعدها. حسناً. هذا جيد، أقوى بقليل. هيا أقوى. أعلى قليلاً. Thank you.
أظن أن الشمس قد تكون معطلة، سأصلحها بعد أن أستيقظ. أجل، النوم رائع كما تعلمان. ما كان يجدر بك أن تصلحها؟ فراني، تبدو هذه فكرة سديدة. أجل، النوم جيد. بيورن، أجبني، أي برج هو ذاك؟ السرطان النعسان. وذاك الذي هناك؟ ابن حرس الغافي. في النهاية قد لا يكون الليل بشيء سيء كما تخيلناه. أعرف هذا البرج، إنه حيوان يشخر. صحيح، وهناك حصان البحر المتثائب. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. عيد ميلاد فراني. جهز نفسك للخسارة، لأن هدفا عالميا في طريقه إليك. حقا، هيا سجله أيها الدب الكبير. تشيكي، ماذا لديك؟ إنها بطاقة. إلى جميع أصدقائي، اليوم هو عيد ميلادي. جميعكم مدعوون إلى منزلي لتناول الكعك والعصير من صديقتكم فراني. ماذا؟ لم أتذكر أنه عيد ميلاد فراني. هذا رائع جداً، سأكل الكعك الذي أحبه. حسناً، وأنا سأذهب لأحضر أفضل هدية في العالم لأجل فراني. أجل، صحيح، لن تتعب نفسك يا صديقي، سأقدم لفراني الهدية الأروع. حقاً؟ حسناً، سنرى ماذا ستفعل. أروع أو هدية على الإطلاق. هيا يا بيورن، فكر جيداً. أوه، لدي فكرة عبقرية مثل باكي. مذهلة، هذه هدية منحوتة بشكل رائع. هل تظن أنها ستحبها فعلاً؟ هل هذا أفضل ما لديك؟ إنها غريبة وكأنها فراني مثلجة. حظك سيء يا بيورن، سأريك كيف تصنع الهدية الرائعة تماماً. واو، لم يرى أحد بعد هدية بهذه الروعة. هذا سيتغلب على ثعلب بيورن المثلج. مرحبا تشيكي، أتحب هديتي؟ أروع هدية على الإطلاق، صحيح، على عكس هدية بيورن. جيد أنك أخبرتني، يجدر بي أن أنتقل بثعلب الثلجي إلى المرحلة التالية. انظر لهذا، إنها أفضل هدية على الإطلاق. أوه، إذن هكذا ستجري الأمور، صحيح؟ حسناً، انتظرني إلى حين أنتهي من فراني غودزيلا. نمشي نلعب نتسلى قليلاً إلى اليسار الآن. عندما تمطر نقرأ كتاباً. إلى اليمين، هيا استدر. هيا هيا هيا، لا، ضع منقارك فيها. نكاد نصل. لماذا الثلج ثقيل إلى هذه الدرجة؟ كل يوم نكتشف أغرب الأشياء. كفى، توقف. أجوب، يقول صانعك توقف. لا لا، يا كومة الخردة البلهاء على قدمين.
أن أحدهم سيذهب بلا هدية. يا للخجل! هذا صحيح، ولكن لا أظن أنني الوحيد هنا. عن ماذا تتحدث؟ ربما عليك أن تلتفت إلى الخلف. مشكلة. عيد ميلاد سعيد. أتعلمون من في هذا الطقس المشرق؟ أين أنتم يا ضيوف الحفل؟ أتمنى لو أننا معا. هذا أمر سيء. عملنا جاهدين لنصنع هدية، لكن القطعة تبعثرت كلها. قد تكون فراني جالسة هناك وحيدة وحزينة. إذن وما العمل الآن؟ بيور، أخبرني، هل تفي الزهور بالغرض أم ماذا؟ أجل، فراني تحب النباتات وتلك الأشياء. أعرف مكاناً أستطيع قطف الزهور المفضلة لفراني منه. من أين جلبت الزهور يا باكي؟ لا عليك، رن الجرس وحسب. مرحباً يا فراني، عيد ميلاد سعيد. نحن آسفان جداً، لم نحضر لك هدية. أهلاً، أنتما الهدية التي أحتاجها. هذا لطف منك، أجل، أحضرنا لك هذه. هذه الزهور جميلة فعلاً، تشبه التي أزرعها في مشتل أزهاري. باكي، لا تقل بأنك قطفت الزهور من مشتل فراني. أجل فعلت، وإلا كيف كنت سأعرف أنها تحبها؟ نمشي نلعب نتسلى في البراري. لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني. لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء. لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري. لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني. لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء. لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. الأجمل بينها. حسناً، تبدو أذناي الكبيرتان سخيفتين. وماذا إن بدأت التكلم عن ذيلي؟ يجب أن أستسلم، أنا لست جميلة. لست كهذه الزهور، إنها جميلة ببساطة، وأنا لست كذلك. ألم يكن من الأجمل لو كنت زهرة؟ حسناً، ما رأيك؟ جيد، لكننا نحتاج شيئاً آخر. أجل، بحاجة لشيء جميل. وجدتها، كل نافورة تحتاج إلى تمثال في وسطها. باكي، بيور، أتلاحظان شيئاً؟ هو، لا أصدق، فراني، ما هذا الذي على رأسك؟ هل حدثت عاصفة أزهار أو شيء كهذا؟ توقفا، على ماذا تضحكان؟ ألا يعتقد الجميع بأن الأزهار جميلة؟ أجل، إنها جميلة للغاية، لكن ثعلبة بتسريحة أزهار غريبة ليست رائعة. لستما خبيرة تجميل أو أي من هذا، انسيا الأمر. أوه، أعلم بالضبط ما ينقص نافورتنا. هذا تماماً، أليس كذلك؟ لست متأكداً تماماً. أجل، أنت محق. عاصفة أزهار، إنهما لا يعرفان ما هو الجمال. أوه، سمكة، إنها جميلة جداً. أليس من الرائع أن أكون سمكة؟ هذا ممتع. لا، لا أصدق، هل أنت جاد؟ أتريد وضع كرسي في منتصف النافورة؟ حسناً، أجل، يبدو جميلاً، وبإمكانك التسلق والجلوس عليه. فهمت، لكن عليك أن تتأكد من أنك تحمل مظلتك. بيورن، باكي، أتلاحظان شيئاً؟ أبدو جميلة جداً، صحيح؟ انظر، حتى السمكة تعرف أن مكان الكرسي لا يجب أن يكون هنا. رامي، هل أنت بخير؟ لماذا أنت سمكة؟ لأن الأسماك جميلة، ألا تعرف ذلك؟ لقد عرف، أعلم ما نحن بحاجة إليه يا صديقي بيون. آه.
حماقة. ولكن هذه ليست حماقة. ولكن انتظر، إلى أين تذهب؟ مهلا، عدي لهنا. نا 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 نا. ما الذي يحصل؟ ذيل طاووس، انظر إليه. حسناً، يليق بالطاووس أن يكون أجمل الطيور على وجه الأرض. أجل، لكن الطاووس هو الطاووس، أما أنت فثعلبة. هذا كثير جداً، الطاووس فراني، ممتاز، كثير جداً. هذا مضحك فعلاً فراني. حتى هذا لا يجعل مني جميلة أيضاً، كفى ضحكاً. فراني، فراني تمهلي، لا تذهبي. لقد جرحت شعورها. حسناً، أظن أنك لين جرح شعورها. اسمع يا صديقي، وجدت حلاً لمشكلة نافورتنا. الافتتاح الكبير لعملنا الجديد، نافورتنا الباهرة. كان درباً طويلاً وغريباً، ولكن أنجز الأمر. هيا كف عن الكلام، استعدي، تأهبي، طيري. ما هذا؟ هل هذه أنا؟ لقد وضعتماني يا صديقي في منتصف نافورتكما. ألم يكن من الأجدر بكما اختيار شيء أجمل؟ راني، ما الشيء الذي قد يكون أجمل منك أنت؟ نعترف بأنك الثعلبة الأجمل في تاريخ الكوكب كله. شغلها يا بيورن، هيا. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء، نحن بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء، نحن بيورن وباكي. قصص الأشباح. في غابة غامضة شديدة ظلمة، عاش دب زومبي مصاص دماء مستذئب، وقد اتهم الجميع بأنيابه المستذئبة الحادة، ولم يسمعوا عنه شيئا منذ ذلك الحين. من الآن؟ مصاص الدماء أم الزومبي أم المومياء أم أنه الدب؟ ماذا؟ لا، كل هذه صفات لدب واحد. هيا، لقد نسيت التالي، هو دور فراني. أنصتا جيداً، سأخبركما بقصة الوحش الضخم. يعيش في الأدغال ويخرج ليلاً ليصطادف فرائسه. لديه ثلاثة قرون، أربعة كفوف بمخالب كبيرة، ذيلان لزجان، 13 بطناً، وجذع طويل وعريض. يأكل شيئاً واحداً فقط، يأكل الدببة. حتى أنني لم أخف منه أبداً. أجل، يا إلهي، أنت جيد حقاً فراني في رواية قصص الأشباح. ومن قال بأنها قصة؟ إنها حقيقية. أجل، أنا أصدقك وسأموت من الخوف فعلاً. ألست خائفاً بيورن؟ أجل، أنا أرتعد خوفاً من قصة أطفال سخيفة. حسناً، سأعود إلى بيتي إذن، وسأخذ مصباحي أيضاً. اسمع يا فراني، أمل ألا يأكلك الوحش الإميغرانتس. لقد سميته هكذا. أظن أنه وقت العودة إلى البيت، هيا فلنطوي الخيمة ونخمد النار. ولكن الظلام دامس. أجل، باكي، باكي، هل أنت متأكد
أن الوحش الضخم هي قصة للأطفال ليس إلا. يا بيورن، أنا متأكد بأن فراني قد اختلقت تلك القصة. حسناً، عليك الذهاب يميناً وأنا يساراً. باكي، اسمع، ألا تجد أن المشي وحيداً أمر ممل جداً؟ هل مشيت معي حتى أصل إلى بيتي؟ حسناً، لا أظن بأنني على عجلة من أمري. باكي، ماذا لو كان الوحش الضخم حقيقياً كما أخبرتنا فراني؟ كفى يا بيورن، يجب أن تكف عن الحديث عن ذلك المرعب والمخيف، وأسرع قليلاً. حسناً، لقد وصلنا إلى بيتك، إلى اللقاء الآن. حسناً، تصبح على خير، آمل أن تصل لبيتك سالماً. بيورن، انتظر قليلاً، مشيت معك إلى هنا، والعدل أن تمشي معي إلى بيتي، ثم إن المشي وحيداً أمر غير مسل، لا أريد ذلك. باكي، بعد أن أوصلك إلى بيتك، ستعود لتوصلني إلى بيتي، صحيح؟ سيكون من الممل حقاً أن أسير إلى بيتي وحيداً. لا تقلق حيال ذلك، سنضع جدول مواعيد، اتفقنا؟ ماذا يحدث؟ الوحش الضخم! الوحش الضخم؟ أنا اختلقت ذلك أيها السخيفان. لكننا رأيناه، لقد كان في الخارج. كان له ثلاثة قرون ومخالب حادة فعلاً، تماماً كما وصفته أنت. حسناً إذن، تعاليا وأرياني. حسناً، سنأخذك إليه، لكن أولاً سأخترع آلة لضبط ذلك الوحش. باكي، كيف سنتأكد من أن اختراعك هذا يعمل على الوحش الضخم بشكل صحيح؟ بالطبع سيعمل، فأنا الذي صنعته، أليس كذلك؟ أسمعت هذا يا اختراعي؟ إياك أن تخذلني. الوحش الضخم! أمي! فلنلقي نظرة على الوحش الضخم. إنه ليس كذلك، إنها بومة على الشجرة. بوما، أنا لم أقل إنني خائف أبداً، كنت أدعي ذلك لأخيفك فقط. إنه الوحش الضخم! إنه صديقنا تشيكي وليس وحشاً. تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائماً أفضل الأصدقاء، نحن بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائماً أفضل الأصدقاء، نحن بيورن وباكي. حظي السعيد. أيها الجمهور، هل أصغيتم إلي قليلاً؟ أنتم على وشك مشاهدة عرض لأكثر الحيل إثارة وكمالاً على مر التاريخ. أجل، باكي أنت لها، هيا. بدا ذلك أنيقاً جداً. باكي أنت مذهل. كان ذلك رائعاً. إذا كنت تحاول أن تكون مملاً، أفسح لي مجالاً من فضلك. توقف، لا يمكنك أن تتغلب على أكثر حيل إثارة وكمالاً. يا للهول، هل يعلم بيورن بماذا يورط نفسه؟ إنه بخير، لكن إن حصل شيء فربما يهبط على كومة الأوراق. بيورن، هل أنت بخير؟
لقد حذرتك، صحيح؟ حيلة كهذه تحتاج لعشرات الساعات للتدرب عليها، لا يمكنك أن تسحبها وتنتظر منها أن تطير. أكثر الحيل إثارة وكمالاً. حسناً، أنا جيد مثل باكي، أستطيع فعل هذا. حسناً، هل فعلتها؟ وهل هذه ورقة حظ سعيد؟ جلبت لي الحظ، لابد أن هذا السبب وراء قدرتي على التماهي مع الخدعة. باكي، تعال وانظر لحيلة الفائقة الذكاء. بمساعدة ورقة الحظ لا يوجد ما أعجز عن فعله. بيورن، أهلا بك، كنت أعمل على إطلاق أكثر الحيل استحالة وإذهالا يا صديقي. هل هي مملة كسابقتها؟ شاهد حيلتي الفائقة المخادعة الضخمة الكبرى. هل أجمع لك كومة أوراق أولاً في حال فشلت هذه الحيلة كما حصل سابقاً؟ هاي بيون، ابتعد عن الطريق قبل أن تؤذي نفسك، هيا. الآن حان الوقت، مستعد أيها الحظ؟ هذه كانت مفاجأة، لم أكن أصدق أن أحداً ما يمكنه التغلب على حيلة باكي. حسناً، عندي حيلة أكثر إذهالاً وأفضل بكثير وأقوى أيضاً، أفهمت؟ أفضل 100 مرة من خدعتك. خدعتي الخارقة مضاعفة القوة وأمتن وأحدث وأفضل بمليون مرة. حقاً، إذن علينا تجربة ذلك مرة واحدة ونهائية غداً عند الساعة 10. هل أنت جد فعلاً؟ أستركب على هذا الحبل المشدود؟ مع بعض العجلات الطائرة كلها تمشي للخلف، وسأقودها معصوب العينين. ولكن يا صديقي، هل فقدت صوابك تماماً؟ أنا أضمن لك السقوط، سوف تؤذي نفسك. أشكرك على هذا، لم أعد أهاب شيئاً بعد الآن. ولكن قل لي، ما هي هذه؟ إن هذه هي ورقة حظي. أقترح عليك أن تجهز نفسك لتكسر بجدارة. اسمعيني جيداً، يجب علينا إيجاد طريقة ننقذ بها بيورن وإلا سيسقط، إنه عنيد جداً. عندي فكرة، أركضي وأحضري شبكة كرة التنس بأقصى سرعة. إليكم خدعة دراجة الفائقة القدرة المهيبة سارقة الألباب. لا تقتليني يا ورقة حظي. حظك. لقد فهمت الآن، كل ذلك كان هراءً، هذا لا ينجح. أنت بحاجة للوقت لكي تتدرب، أتعلم ماذا؟ يمكننا أيضاً التدرب معاً. معك؟ حقاً؟ أحب ذلك يا صديقي. للأسفل مباشرة، استدر لليمين، استدر لليمين، ثم للأعلى، وانتهى الأمر. حسناً، أعتقد أنني فهمتها الآن. استدارة لليمين، استدارة لليمين. هيا، هذا جيد. نمشي نلعب نتسلى في البراري، لا 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 لا. عندما تمطر نقرأ أو نغني، لا 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 لا. كل يوم نكتشف أغرب الأشياء، لا 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 لا. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء، نحن بيورن وباكي. أعجبتكم؟ اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.